سمحت لا استاذ تقول لنا البروفة الساعة 5 جاي متأخر أنت الساعة 9 بس عشان أأكد أثبت إني أنا منتج هو ورا في بيتك في يقولون عندنا عروض في 1 و2 في عمان ليش شعري كشم البروفة أنت والله العظيم لا يعني حلوة أنا بس منو هذيك حبايبي كلكم جمهورها الحلوة هذه يعني عندنا مفاجأة جميلة إن شاء الله 1 و2 فبراير هاتف بتعبد شو راويها انت وين تقدرين انا برفع رجعنا لكم ايه شوف برفع عجل لان عندك لفت في البيت يقولون اكثر من واحد بعد ما شاء الله تبارك الرحمن لفت مصعد في البيت هذه مطروده بالمسرح هذه يمكن اول تجربه انتاجيه لك الحين هاي لما نقول السوشيال ميديا وين جبتوا اللقطه هذه فعليك والله يعني اي لا مو هاي اول مو تجربه صدق عاد ركبت اسانسير وصارت عندك فلوس يا ريال فضحوني مثل على المسرح مسكها جمعه علي عندي زميل جمعه علي وفي نص المسرحيه وانا قاعد كذي وتاوش كل شيء كذي يعني جزء قال طبعا ما حد يقدر عليك عندك لفت المسرحيه قلت له وين ولد فقر ايش فيك قال عندك مطبخ طابقين قلت له مسخت هاي قال ايوه عندك 4 طوابق تحت الارض ما عليك